ككل سنة يتأخر منح القنصلية السعودية لتأشيرة العمرة في الوقت الذي أكدت فيه نقابات الوكالات السياحية ضياع جوازات بعض المعتمرين. والتفاصيل مع إكرام طيباوية. انطلق موسم العمرة وانطلقت معه مشاكل تتكرر كل سنة، حيث تعيش بعض الوكالات السياحية سيناريو تأخر القنصلية السعودية في منحها تأشيرات العمرة، كما يدور الحديث عن وكالات ضاعت جوازات معتمريها. والآن المشكل اللي راه عنده الديوان يتحمل المسؤولية، الآن راهم يعيطوا الوكالات باش يجيو يعاونوهم باش يوريو لهم الخدمة تاعهم. في الوكالات عندهم خبرة فيما يخص تدخل الجوازات القنصلية. امبارح جاتنا معلومة من السفارة وهو قنصل سعودي قد رفض تدخل الوكالات للقنصلية، بيسكو ميتنون سي لو ديوان كي سي بروبوزي افير لي فيزا، دونك يتحمل المسؤولية تاعو. لا بروف البارح يا يو ان فول كي ايتي براتيكمون انولي ا كوز دو لا نون ديليفرونس دي فيزا. يحدث هذا في وقت لا تزال فيه الوكالات السياحية تطالب باحترام دفتر الشروط الممضي بينها وبين الديوان، والذي يحمل الوكيل السياحي مسؤولية ضياع جوازات سفر معتمريه. مسؤولية ضياع أي جواز يكون مسؤولية الوكالات السياحية. أستطيع أن أبرر هذا الكلام في المادة 26 من دفتر الشروط، إذ أن المادة 26 تقول إن توقيع صاحب وكالة السياحة والأسفار على هذا الدفتر يعتبر تعهدا بقبول ما جاء فيه، وأي إخلال بمادة من المواد المذكورة عليه يحمل صاحب الوكالة المسؤولية. مشاكل التأشير والجوازات تتكرر كل سنة، إلا أنها هذا الموسم وضعت الديوان الوطني للحج والعمرة أمام تحدي كبير.